السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 9 من سلسلة تمارين الدالة الخطية والدالة التآلفية. التمرين يقول لنعتبر المستوى منسوبا إلى معلم متعامد منظم أو إس جي، لتكون F و G و H الدوال الخطية، بحيث F ناقص 2 كتساوي 3، F ديال ناقص 1 على 2 كتساوي 1 على 2، و H ديال 4 كتساوي ناقص 2. السؤال الأول، حدد معامل كل من الدوال F و G و H. السؤال الثاني، أنشئ التمثيل المبياني لكل دالة على نفس المعلم. إذن غادي نحاولوا نحددوا معامل كل دالة. إذن تحديد معامل F، إذن أول حاجة كنعرفوا بأن F دالة خطية. ما معنى دالة خطية؟ إذن F دالة خطية، إذن دالة خطية يعني أن F دو X تساوي ماذا؟ تساوي AX. إذن المعامل ديال الدالة الخطية شنو كيساوي؟ A كتساوي F ديال X على X. طيب تحل X وخالف صفر، يعني F ديال أي عدد، هنا في هذه الحالة غادي ناخدو F ديال ناقص 2 على ناقص 2. إذن كنعوضو F ناقص 2 بالقيمة ديالها، F ناقص 2 كتساوي لنا 3، أي أن 3 على ناقص 2. إذن A داك ناقص كنطلعو على البسط كتساوي ناقص 3 على 2. إذن هذا هو المعامل ديال الدالة الخطية. المعامل ديال جي، إذن بما أن جي دالة خطية، فأ يساوي ماذا؟ يساوي جي ديال إكس على إكس مع إكس وخالف الصفر. إذن جي ديال ناقص 1 على 2 على ناقص 1 على 2. جي ناقص 1 على 2 هي 1 على 2 على ناقص 1 على 2. إذن داك ناقص كنطلعوها كتولي لنا واحد على 2 على 1 على 2، وعدد على نفسه هو 1 أي ناقص 1. الحالة الأخيرة بنفس الطريقة، أش دالة خطية، إذن أ يعني المعامل لهاد الدالة هذه سيكتب على هذا الشكل، أش ديال 4 على 4، لأن إحنا عندنا هنا أش ديال 4. إذن أش 4 كتساوي لنا ناقص 2 على 4. ممكن نختزل بالعدد 2، إذن كنقسم البسط والمقام على نفس العدد اللي هو 2، في البسط تبقى لنا 1 وفي المقام تبقى لنا 2، إذن ناقص 1 على 2. الآن غادي ندوزو للسؤال الموالي اللي هو أنشئ التمثيل المبياني لكل دالة على نفس المعلم. إذن بما أن الدالة خطية، فالتمثيل المبياني لهذه الدالة هو عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم. إذن هنا يكفي تحديد نقطة واحدة لإنشاء هذا يعني إنشاء التمثيل المبياني لهذه الدوال، وبالتالي غادي نستغلوا هاد العلاقة هذه. إذن F ديال ناقص 2 تساوي 3 شنو كتعني؟ كتعني بأن النقطة اللي الإحداثيات ديالها ناقص 2 F ديال ناقص 2 تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة F، أي أن هاد النقطة هذه هي ناقص 2 و F ناقص 2 هي 3، أي ناقص 2 3 تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة F، وبالتالي التمثيل المبياني للدالة F، إذن التمثيل المبياني لـ F هو مستقيم يمر من أصل المعلم والنقطة التي إحداثيتها ناقص 2 3. إذن يمكن لي ندير الإنشاء الهندسي. إذن عندنا ناقص 2 3، إذن ناقص 2 3، إذن النقطة هي هذه التقاطع، وبالتالي ممكن إذا المستقيم يمر من أصل المعلم، إذا غمرنا من الأصل
ويمرنا من نقطة للإحداثية ديالها ناقص جوج ثلاثة. إذا هذا هو التمثيل المبياني للدالة اف. إذا يمكن لي نسميه سي ديال اف، سيني لا كورب ساف. الحالة الثانية أو الدالة الثانية هي الدالة جي بنفس الطريقة. إذا جي ديال ناقص واحد على جوج كتساوي واحد على جوج. ماذا يعني؟ يعني أن النقطة للإحداثية ديالها ناقص واحد على جوج، اف او زد ناقص واحد على جوج تنتمي الى هذا التمثيل المبياني، اي ناقص واحد على جوج اف زد ناقص واحد على جوج هي واحد على جوج، اي ان التمثيل المبياني لجي هو مستقيم يمر من أصل المعلم ومن النقطة ناقص واحد على جوج واحد على جوج. إذن غادي نديرها في نفس التمثيل المبياني كما هو مطلوب. إذن النقطة ناقص واحد على جوج واحد على جوج، إذن ناقص واحد على جوج هي هذه، واحد على جوج هي هذه. إذن تقريبا غيكون هذه النقطة هذه، يعني غيكون مستقيم يمر من أصل المعلم ومن النقطة التي إحداثيتها ناقص واحد على جوج واحد على جوج. الآن بقات لنا الدالة الأخيرة بنفس الطريقة. إذا قلنا اش ضرب ع كيساوي لنا ناقص جوج، أي أن النقطة للأصول ديالها ربعة والأرسوب ديالها اش ديال ربعة هي نقطة تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة اش، أي ربعة اش ضرب ع راهي ناقص جوج، أي ربعة ناقص جوج تنتمي إلى التمثيل المبياني لاش، وبالتالي التمثيل المبياني لي اش هو مستقيم يمر من اصل المعلم لانها دالة خطية ومن النقطة التي احداثيتها ربعة ناقص جوج. اذا غادي نرسمو كذلك. اذا ربعة ناقص جوج، اذا عندنا ربعة وعندنا ناقص جوج، إذا النقطة هي هذه، يعني المستقيم غادي يمر لنا من هذه النقطة ومن أصل المعلم. إذا هذا هو التمثيل المبياني اللي غنسميه سي اش، وهذا غادي نسميوه سي جي. إذا بشكل عام التمثيل المبياني غيكون لنا بهذه الطريقة هذه، هذا الشكل هذا. إذا هذا التمثيل المبياني للدالة اف، التمثيل المبياني للدالة جي، والتمثيل المبياني للدالة اش.